ربي يستر لي يا ربي، يعني يفتح قلبي للحجاب بحال هكا انسان يدعي وربي ان شاء الله راه غادي يستر ليه، يدير اول خطوه الكمال الصلاه، راه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، راه ينفع تركزي في الصلاه وتثبتي راه الامور غادي تقاد صافي. ايوا اللهم يستر. بالنسبه للبنات كما قلت لكم البنات من الاول، يعني ضروري الانسان من الاول كتبقاي دايره متابعه كديري لهم متابعه، دائما كتهضري معاهم، ما كاينش انسان يبقى فهمتيني كيما قلت لكم تلبسيهم هذا ولا شويه غادي تقول لا بنتي راه خصك ديري الحجاب صافي راه وصلتي. الله يا ما عارفاش شنو هذا شنو كتهضري، علاش داويه لها؟ لا من الاول الصلاه والحجاب بجوج، يعني راه الصلاه دائما انت متابعاهم غاديه معاهم، هذا صلاه صعيبه صعيبه صعيبه، لان الصلاه شنو هي؟ صلاه تعود، خصك تعودي في الاول الانسان راه كيصلي وصافي، ولكن هي مع الوقت صافي كتولي شي حاجه فهمتي، شي حاجه هي اللي دار. انا كنظن اهم حاجه هي الصلاه، الصلاه تنهى عن الفحشاء، ما غنقولوش هي وصافي سالينا صافي انا كنصلي ومزيان، الصلاه هي المفتاح، حيت هذيك بعدين ما كانش عندك المفتاح راه اصلا ما داوي معك حتى واحد يوم القيامه، راه هذاك هو المفتاح باش غتبداي، باش غنبداو عاد غنبداو الحساب بسم الله بسم الله وغنبداو. اما الا ما كانش عندك هذاك الا ما كانش عندك هذا اصلا هذا المفتاح راه كيفاش باش غادي تحلي. اختي رميساء كويزين، اختي تقي الشبهات، اختي مريم راه صوتك وصورتك لا تجوز الظهور في القناه، واخا واش انت عالمه كتفتي شنو يعني؟ اعطيني فتوى، انا عندي فتوى، الا انت عندك شي فتوى سيري معها ماشي مشكل، انت ما تضريش في القناه وما ديريش صوتك وهذا، انا عندي فتوى وانا اتحملها، لان ماشي انا كنهضر على شي حاجه اللي ما كايناش، لا كاينين علماء افتوا بانه جائز الصوت، انا ما كنغنيش، انا ما كنديرش صوت في القناه، كنغني انا كنعطي وصفات، وباش كنبان في وجهي راه كنبان في القناه، هي كنبان دابا معاك هي اللي كنشوفك في الزنقه فهمتيني، يعني راه بحال بان في القناه ولا تشوفيني دابا مباشره في الزنقه راه هي الا كتهضري على النقاب هذا قلت بانه موضوع خلافي، كل واحد يمشي في داكشي اللي هو كيرتاح فيه صافي، وهي يعلم الله في قلوبكم خير، يعني داكشي يوتيكم خير، ونتي شرحي قلبك وربي راه غادي ييسر لك. وانا اختي غير نصحتك، شكرا على النصيحه، وانا قلت لك شي حاجه انا قلت لك والله حتى النصيحه على راسي وعيني انا عارفها، يعني موضوع النقاب هادشي انا عارفه ماشي اشكاليه، انت الا ارتحيتي في النقاب وغاديه فيه مزيان الله يستر لك، انت تحترميني وانا احترمك، انا مقتنعه دابا بهادشي اللي بزاف ديال العلماء افتوا به، واحد اخر الا اقتنع بشي حاجه اخرى ماشي مشكل الله يستر لي، الا قدرتي على النقاب وبان لك الصوت عارو هادشي سيري اللهم يسر، انا عندي فتاوى اللي غاديه فيها هادشي اللي كاين. نرجعوا على البنات، قلت لكم من الاول كيبدا هذيك دابا انت كتبداي كتوجدي لهم هذا الحجاب وخاصكم ديروا هذا وهذا، ولكن فين كاين الاشكاليه في ديك الخطوه؟ دابا هاجر كانت هي الاولى، يعني هذا دائما الهضره وهادي هذا الصلاه هذا، ولكن ملي كتجي تبداي لا انا ما درتش نقاب، انا غير بغيت نعرف لانني انا بغيت ندير قناه، ها انت غتمشي عند شي واحد اللي يفتي لك واش فهمتي، انا ما تاخذيش من عندي فتوى راه باش نكون معاك صريحه، راه ما تجيش يوم القيامه تقول لهم مريم اللي قالت لي، انا ما كنقول حتى شي واحد، سيروا الله يرضى عليكم سولوا علماء هما اللي انا قلت لكم دابا ما ديروش ليا فتوى، وتا واحد ما يطلب مني فتوى، انا كنقول شنو انا درت، وانا راه ما قدوه، راه قلت هذيك المره ما قدوه، ما كنعطي فتاوى ما حتى شي حاجه، انا كنقول تجربتي فهمتيني، انا تجربتي شنو هي كنقولها لكم، ولكن بغيتي شي فتوى حبيبه سيري عند عالم هو اللي يفتيك، انا ما كنفتيش، انا كنقول انا شنو كندير وكل واحد راه خلاو براسو يعرف خلاصو، لان صعيبه القضيه ديال الفتوى راه كتعلقي فيا يوم القيامه، انا دايره داكشي في القناه الا كان شي حاجه خايبه يا ربي تجاوز عليا يا ربي بغيت تبعد عليا وطير هذيك القناه ما تبقاش تبان، الا كان شي حاجه انا هذه الدعاء اللي نقدر ندير انا، الا كان شي حاجه فيه ماشي هذيك ربي يرشدني ويبين لي الحق نحيد انا كاع، ولكن مادام انا غادا في الامر بحال هكذا واخده فتوى مرتاحه الامور غادا مزيان، انا بحال هكا كان شي حاجه يا ربي يجيبنا في الصواب. المهم بالنسبه للهجر ها انتم دابا ها هي الحجاب وكل شيء ومتشبعه وعارفه، كتقول لكم انا عارفه الحجاب وهذا، ديك الخطوه باش ديرها هجر جات قاصحه صراحه خف منها، اما واحد مروه هذيك خلاص هجر جات قاصحه تنقول لها هجر فهمتي يعني دابا هذا راه خاصك غادي تشوفي واخا بلاتي انا غادي هذا صافي انا لا صافي عارفه هذه عارفه وهذيك الخطوه كي غادي ديرها، تتقول لك دابا الحوايج انا كندخل لهم بالحوايج صافي هادشي اللي كاين حيت هما شنو عزيز عليهم؟ عزيز عليهم اللباس الصهد ندير لاكريم، انا شنو كندير؟ كندخلهم بالحيله، دابا هجر عندها هذا
كيما شكون في الناس اللي كتعذبي معاه في الصلاه. شوفي كل واحد والفتره ديالو، وانا نكملو نجي نهضر لكم على الصلاه. صافي ديك الخطوه ديالها باش 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 تاخذها جات صعيبه. شحال عندها دابا؟ 19 عام. فاش داتو البولوغ هي هذيك، انا قلت لك ما كنقولش لهم قبل من البولوغ، واخا كيبغيو هما لا كنخليهم كيبقاو بلا حجاب، ولكن ماشي بلا حجاب فهمتيني، ديك القضيه ديال فهمتيني داكشي معري، لا لباس محترم. غير هو هجر عندها دابا 19، غير هو لباس محترم وحوايج محترمين، ولكن هذاك الفولا اللي غادي ديرو تقد هو اللي كيبغي داك، واش فهمتيني، هو اللي كيبغي داك الزعامه باش هي تبدا. صافي مشينا ديك الساعه لونا، بقات كتهضر مع صاحبتها في هولندا. تخيلوا صاحبتها في هولندا وما عندهم نفس لاج، بجوج بهم قد دارت الحجاب، عرفتي بحال جاتها او في هولندا وداكشي ودارت الحجاب ويا عرفتي، جاتها القضيه شويه بقات كتهضر معها، قالت لها جار خاصك هادي وهادي وهادي، هي اللي قنعت، هي اللي ماشي قنعات، هي اصلا مقتنعه، هي غير خاصها داك الدفعه. صافي قالت لي راه شوش، قالت لي مونيا وهادي وهادي، سميتها مونيا، تحيه لفاطمه الزهراء الا سمعتني دابا، صاحبتي فاطمه الزهراء ديك الصحبه ديال العمر ما شاء الله، فاش كنت في هولندا دوزت معها ايام رائعه. هي هذيك بالنسبه لصوت المرأة سمع القلق في زوجها. شوفي هذه المسائل، شوف عافاكم فيه اختلاف، ما ندخلش معنا فيه نقاش فهمتيني، غتشوفي شي واحد الشيخ هو اللي يناقش معك، انا فهمتي ما غاديش نقدر نناقش، انا عندي فتاوى غاديه بها، وكما قلت لك سولوا كل واحد يسول على راسه، واش صوت المرأة عوره ولا ماشي عوره، وهادي وهادي وهادي، يعني خلينا نختار دايره قناه وكدير تجويد وسولات على الموضوع باستفاضه فهمتيني، خلينا في هذه المساله فهمتي. دابا نشدو، انا كتجيني واش شدو غير عفاك هادشي دابا اللي حنا فيه، ماشي انا كنقول لك الناس معريين في البحر ما كاينش والو، نتي نكم قوده بحنا واحد لا وسط، عندي هادشي اللي كيردنا اللور. دابا ملي كتهضري هاد الهضره والناس كيسمعوا اللي باقا ما دايرهاش الحجاب هذا، كترديها اللور، يعني عافاكم خليوني هاد الهضره هادي خليوها فهمتيني مع شي واحد نيفو طالع ناقشي معاه. دابا انا كتناقشي عامه الناس، الناس اللي ماما يا السيده خايفه من الحجاب، انت كتقول لها الصوت وادي وغطي وعندك واش فهمتيني، حتى كتايزي خلاو الكالزه. رخفوها 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 عافاكم رخفوها، ما تزيروهاش بزاف، راه هذاك الزير على الوليدات هو اللي كيتفربعوا في الاخر. شحال وحده دابا كتشوفوها اللي معروفين دابا في السوشيال ميديا، ها اللي باها فقيه، ها اللي باها مع كان في الجامع، ها اللي باها مع حتى شنو، وكتبقاي تشوفي تقولي اشنو كاين، راه هو هذاك الزيار، ما تزيروش على الدريات، خف خف خفف شويه الدراري وقيس هذاك الزيار بزاف، كيبقاو في ذاك الضغط الضغط الضغط، من بعد كتنفجر عا كتخرج برا لوح كلشي سالينا، لا شويه بالعقل، اخفوا شويه بالعقل، بالعقل كلشي جاي بالعقل، ما نبقاوش ندققوا في شي حوايج اللي هي، خلينا حنا الاساس وغاديين في داك التفاتي في هذا، لا وهادي لا واش شعر لا عندك وهذا الصوت، دابا شحال بقى سمع الصوت، انا كنضلك على نسمع عريان في هذا وانت تقول لي الصوت، ما علينا فهمتي. يعني ما هذا الحوار حتى تكوني جالسه في شي مجلس ديال الشيخات داكشي على مستوى عالي وعالمات وجالسين وناقشي معاهم هادشي، ماشي حنا كنهضروا في عامه الناس باقين فهمتي داكشي عادي وتتهضر معاهم على شي حاجه صعيبه، صافي كتقول لك قضيه فادي بسلامه انا غاده بشويه بشويه بالخف بالخف بالخف، رخفوا على الناس رخفوا رخفوا باش بنادم يمشي معاك، راه زيرتي راه ما كاين والو، لا ولا 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 وبقى لا ولا ولا وتا الاخر لا ولا، وتا كلشي كتكرهوه في كلشي، تا كيولي بنادم تهضر على الدين بحال ما عرفتش كتهضر كيتشوفك، شحال من حاجه كتقول لي كتبان لي بحال بحال ما تغدي تقولي لها ايتها الفاسقة الذهبية، لا ما كتير شوي ها بشوية ها بشوية ها بالعقل، راه بنادم راه ما غيمشيش معاك بداك العنف، والله لا مشى معاك شتي الناس يا ربي تسمح لي بزاف ما بقاوش كيبغيو يسمعوا شيوخ، كيهضروا معايا كتقول لك شيوخ ما بقاش كنبغيو نسمعوهم بهذاك الهضره القاصحه بداك داك الحوار القاصح، خفوا شويه مع الناس، الناس ولا باغيين غير شي واحد يهضر معاهم بشويه وبالعقل، عرفتي ولاو كيتصنتوا دابا حالا عرفتي كيدخلوا عند الناس كتقول لها شي وحده انا ما كنسمع حتى شي شيء ما كان هضري معاها كتقول لها انت هضرتك كنسمع لها كنرتاح، وكتبقى تدور الهضره في راسها وبشويه يعني بشويه رخفوا على الناس. المهم هادشي حتى هو مع الوليدات مع البنات رخفوا معاهم، ماشي الزيار اشوفي حجاب خاصك ديرها ما كاينش العرق ما كاينش هذا عندك، لا لا بالعقل انت شوف عطيني عطيني الحجاب كيفاش واعر شو كيجاك الفولا بحال هكا كندخل بقى كنلعب معاهم كنبقى عرفتي والله حتى عرفتي كيجاك فن شتي كي جيتي وهذا، وانت شوفي ودابا حنا دابا يوم القيامه ونكونوا كلنا جالسين دابا هكا في الجنه الحمد لله داخل، وانت تبقاي بحال هكا بوحدك عرفتي راه صعيب بحال هكا كندير لهم كنلعب لهم على على داكشي يومي بحال هكا، واش فهمتي بغيت نقول لكم ما كنبقاوش امل انا شيخ منهم كيجلطوني والله شوفي راه ما حنا ما انا ماشي كنقص من شيخ ولا هذا راه على راسنا من الفوق، ولكن راه وصلتي لواحد المرحله
راه الناس ما بقاوش ياكسبتو هادشي اللي وصل، هادشي اللي وصلنا ليه دابا. يلا وفي هضر دابا مع الناس، واش انت هذا هو المشكل؟ يعني البنات دائما كندخل معاهم داكشي بالخف، خفيف ظريف زوين، ها انت هذا الحجاب زوين، هذا هذا، ولكن اللي كيجيب لهم التمام والحويجات انا كنعاود لهم الماريو كامل صافي. هما البنات اش عزيز عليهم؟ عزيز من الباس ياك، جاي عزيز من الباس ويبات ويبانوا ويقادوا. هاجر هي ديك كنا تلاقات معاها وقيلا كنا طلعنا في وسط العام ولا ما عقلتش، المهم الصيف رجعنا حيت كان بابا قد الساعه ما دخلش المغرب، كنا باقيين ديك الساعه في هولندا عندنا الدار وعندنا كلشي. مشينا هي هذيك قلت لها المالي كله غيتعاود صافي سالينا، وبقات كاش دور بها شري بها، كاين غير لي مارك شري شري الحوايج هذا الفوق هذا لتحت هذا الصباط هذه هذه غتجي معاك ززي سيري ولا مارك. ما كنبغيش نعطيها زعما تحس بداك النقص، لا واجا عجبنا وقال شي جوج جبنا ديال الحوايج الدريه ولات ها هي باغا حتى غدير الحجاب وفرحانه بداكشي. اش كاين اللي غيقول لي وحنا ما عندنا امكاني هذا غير والو. دابا انا كنقول لكم بالي زاده يعني كاين حيت برا راك عارفين كيكونوا دي بروموسيون هذه كتقلبي وتجيبي لها داكشي. كل وحده انا كنقول لكم انا شنو درت، كل وحده تشوف شنو غادي دير. كاين اللي غتفرح غير بالفلورات، كاين اللي غتفرح غير بداكشي هكا بسيط تجيب ليها من البال تجيب ليها من ما كان. المهم نتيا ديريها كما قلتي عزيز عليهم هما هذاك الشيء والماكياج كنشري لهم انا ماكياج، كنشري لهم ماكياج صباغه كلشي، ديري الصباغه ويجيو ماكيو ليا تنايا دابا تموت ماكي ليا زاد بقات تخربق ليا فوجي ما كاينش مشكل. كتخليها هي فرحانه وهي دارت الحجاب فرحانه، كنمشي للفولارات كاع الالوان هزي، كتقول لي امي هذه هزي كلشي هزي صافي. كان هذا كل وحده فيهم عندها 14 15 كتخلي ما كتخليش كتولي هي باغا كتولي هي باغا دير الحجاب واش فهمتيني يعني صافي هي فرحانه. كندير لهم ديك السياسه هي قالت لك السياسه والفلوس كخدمت من الفلوس انا واش غنقول لكم وانا هادشي اللي كاين وغنقول لكم مسؤولون عن رعيتي كي ديري لها يعني الكادو مطرطق ما كاينش اللي كدير الحجاب كادو مطرطق ما فيهش اللعب يعني انا كنلعبتها بالفلوس للامانه يعني كاينه هادي وعاد عندنا العائله المحيط كيعاون يعني كلشي كيعاتي دارت الحجاب ماشي دارت الحجاب واش هاد الشيء كلشي كيفرح في العائله كلشي فرحان بها كلشي كيدور معاها واش فهمتي كيقول لي داك الحجاب زوين. ملي كدير الحجاب راه ماشي غدير الحجاب وغتخليها بسلام الله يعاون صافي سالين، لا متابعه دابا كيبدا الهجوم ايوا كتبدا. قالوا لي قلت لها كنقول اي واحد يهضر معاك اللي تهضر معاك حر باش شي وحده تجبدهم، انا نيش المدرسه في الطوموبيل كنمشي للطوموبيل حيت عارفه دابا انا راه خاصك توقفي معاها ما يمكنش غادي تخليها انت الحجاب هذا كتعرض للتنمر غادي تخليها. اي وحده تهضر تقول شي حاجه نمشي نيش للاداره كاينش ما عندكش الحق ما تقوليش ما تهضريش مع الدريه استاذه ولا كيما كان. يعني انا ملي تندير هذا الشيء لو لقيت كادو كنت حاجه امال على حسابي اي حاجه بغيتها قسما بالله عرفتي شحال من واحد صديقات بحال هكذا كتقول لي لا 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 نقول شنو بغيتي فلوس انا على حسابي انا. شوفي الا كانت شي وحده عندها مشكل ديال الحوايج توصل معايا في الخاص عليا يعني انا حوايجها كلهم فولارات اي حاجه بغات عندها مشكل يعني كنهضر بالصح عندي عندها مشكل مادي في الحجاب قسما بالله على حسابي انا كنحلف بالله ولكن تكون فعلا يعني ماشي تفلى عليا. والله واحد السيد واحد المراه والله لا سبي الله يعني هكا يعني باش يسا كتشجع شنو غادي دير لي يعني كما قلت لكم كان ميزي وكان مبين لهم بحال دابا انا نقول لكم شنو الاسلحه حيت دابا هما ما غاديش نقول لكم انا كل واحد الشخصيه ديالو. دابا هاجر من النوع اللي فهمتي مدايره يعني ما اي واحد غيقول لها شي حضره غادي تاثر فيها بحال دابا هي كتمشي في الرياضه لابسه سيغفات فهمتيني يعني سيغفات هادي فهمتي كتقول لها وكلشي تما الشرطات. انا ملي كنقول لكم هادشي على حسب المدارس راه كل واحد كتقول لك لا ما على حسب المدارس هي عندهم الشرطات كولونات مزيرين ويلي مالك كتقول لها دير حاجه كنقول لها انت اش غتجاوبها كنقول لها تاتي دابا هذاك شحال ساوي عندك هذاك الشورت شحال ما الا فات 200 درهم كتقول لها فادي لي لابسه انا هذا بحال هكا كنعطيهم باش يجاوبوا راه ما يمكنش تقول لها ولا هادي وانا كنقول لها لا قول لها ترى هادي سيغ هادي شحال ساوي وفعلا شحال واحد غلط عرفتي حوايج الحجاب راه راه سيغ فات راه كتوصل ل 1000 درهم 1500 درهم سيغ فات هادي عاديه مستوره يعني كنوريهم بان راه انت راه لا وكتحاولي تشري لهم داكشي هو نيفو شي حاجه زوينه باش حتى هما كيفتخروا باش بنان كيبقى يشوفهم حتى هو كيحس بداكشي زوين. وعاوتاني الفولار النوعيه ديال الحجاب كيفاش دايرين انا ماشي غنبداهم غنبداو غنبداهم بجلابه نقول لها بجي جلابه وهبطي وديري بحالي انا الزيف لا يعني كدير لها فولر زوين لوينات الغوز معليش داكشي جاي بالتدرج راه ما يمكنش راه ما يمكنش غادي تبقى فهمتي السيده يلاه باديه الخمار وتغطي وصافي وسد وسالينا راه قتلتيها داكشي كيبدا بشويه تعود تعود
هي غادي تعود وهي غتبقى تطور راسها. دابا هاجر كتقول لي امي كتجيب هاد اللي كنلبس ديال تواركه كتقول لي وزوينه بغات هادي صافي خدي. دابا هي الراسه ولات دابا هاجر القميجات اللي كانت كتلبس له ماشي هما دابا. دابا هي القميجات الراس ها هي بدات كتشوفهم هابطين. دابا كتمشي تقد راسها اصلا. انا هي الذوق ديالها في الشكل في القميص كتمشي الراسه كتعرف عارفه القياس فين وعارفه كلشي. يعني صافي هي راسها كتطور. وهذا الشيء اللي كنقول لكم انا راه هو اللي منطبق على بنت اختي يعني حنان. عندنا في العائله كلشي يعني كلشي كيبداو معاهم الصغار كيدفعوهم. هذا ماشي كنقول لكم الصغار هي الدريه 3 سنين 4 سنين لبسها الحجاب باش تولف. راه كتقلها ديك الساعه لا بشويه بشويه غير بشويه بشويه. وما كرهتش ندير خيمه. انا كنصح ما تبداوش بالخيمه نيشان. ما تبداوش مجهدين. راه الا بديتو مجهدين راه كتعياو وغترجعوا للور غير دوكم للور. بداي غير بشويه بشويه. والمره الفايته بزاف هضروا لي على هذا. انا هذا غير ستيل عاجبني راه ماشي انا فهمتي خمار ولا داير هذا. انا دايره ستيل ديال الفلان عاجبني. انا ما تندير ستيل ديال حتى شي واحد كيقول لي كديري ديال الشيعه ولا ديال هذا عاجبني نقدر نطلعو شي نهار الفوق نقدر نهبطو. انا كنت كندير فولار عادي في الاول غير فولار هكا هنايا. من بعد بديت كندير شال كندير شال كيهبط هنا شويه. انا من بعد انا راسي ديرونجاني القدام كيجيني بحال كيبان اين الراسي. راه ماشي زعما كنقول لكم هادشي خصكم ديروه نتوما. كل واحد عافاكم يدير داكشي اللي هو كيرتاح فيه. انا حسيت براسي بحال هنا القدام كيبقى يبان قلت نسترو صافي كنهبط. تقدر باختها تلقاوني دايره هنايا حد هنا غير هذا بحفا شويه طويل كيجي يطلع هكا. يعني انا كنحس براسي داكشي داير كنبغي نهبط نغطي هادشي اللي عطى الله. بالنسبه للسروال انا ما ولفش السروال يعني كيعجبني هكا شي حاجه طويله كنبقى مرتاحه. اللي سولني على راجلي واش متعزم عادي يعني ماشي عادي يصلي وهذا وهذا ما عندوش اشكاليه. تزوج بيا اصلا دايره فولار هذا فهمتي صلاه داكشي عادي يعني ماشي اثر هي واش تاثير ولا شي حاجه. لا انا عائله يعني عائله من الاول بحال هكذا. نجيكم لساره. دابا ساره ملي كيشوفوا دابا كيشوفوا هاجر الحوايج وهادي تعرفي ديك اللي كدات نوض ديك المنافسه. ساره كانت عارفه. ساره كان عندها مشكله كتقول لي ما كيجيش معايا الحجاب كتقول لي زعما ملي كنديرو بحال هكا ما كيجيش زوين. تنقول لها صافي شوفي انتي شوفي الطريقه زعما اللي عجبك شوفي الفولار اللي بغيتي اي حاجه بغيتيها كنديهم للقصه. فين كاينين فولارات كيبقاو يتخيروا فولارات اللي بغاو باي طريقه باي حاجه بغاوها اللي عجبهم تاخذوا. حتى هي الحوايج هي خداتهم من اسبانيا الاخرى خداتهم من هولندا. صارت هي الحوايج كلهم من اسبانيا صافي عارفين هما الحجاب الماريو غيتبدل كامل صافي. هادشي اللي كندير لهم جابت حوايجها لي مارك من اسبانيا مع داك كتكون بروموسيون. هذا استثمار. شي داك انت غادي تشري حوايج بحال انا الصيف ما شريتش حوايج. انت غادي تشري الحوايج ما تشريش راسك الحوايج. حرمي راسك من شي حاجه ولا شي حاجه غادي تستثمريها وشنو غادي ديري واعطيها هي واش فهمتي. لا استثمار هذيك بنتك صافي الحوايج حتى هي كلشي سراول باللون بالهذا بالهادي كلشي جات. شنو الرياضه خاصني هذا السير ديال الرياضه السير ديال العمان اشري كتخرج لك ميزانيه. ولكن الحمد لله انت كدير يدك فرا والدريه مرتاحه غنلبس هذا السروال هذا غنلبس هذا السروال عاجب فرحانه بالحوايج جداد. كيقوليش من سن دارتو 13 مع البلوغ. انا مع البلوغ ما عنديش قبل يعني دائما انا ما كنخليهمش قبل. بحال دابا ساره حيت هي ومروه بيناتهم عام. ملي دارت ساره الحجاب وشافت الاخرى الحوايج قالت لي لا قالت لي لا انا بغيت نديرو. قلت لها بلاتي قلت لها انت قالت لي لا انا قالت لي ترى بغيت ندير في عاتاني مروه دارت حاله حيت شافت الاخرى الحوايج لا باغ كلشي بالشري جديد هذا. قالت لي لا انا بغيت وانا تبقى دير لنا. قلت لها لا والو تتوصلي انت وقتك عاد غادي تديري صافي. هي هذيك يعني كتخليها صافي هي غير كتجي مروه غير صافي هذا جات قالت لي صافي راه خاصني باش غادي ندير راسها. ما قلتليهاش انا واش فهمتوني ما قلتليهاش انا ما تنقولش لهم هاكو سيروا ديروا الفولا عارفين هذاك الوقت عارفين راسهم هما القضيه فين فالقه ديال الفلوس اش غادي ديري ورا هادشي اللي كاين اش غاديري. قول لي انت واش غاتبقاي اختك تقتنع يا بنتي وادوك باقا ما اقتنعتش وبقاي الفلوس كيقنعوا اللي ما الفلوس كيخلعوا اللي ما اقتنعش واش فهمتوني. ومن بعد اش كيوقع وها نتوما ونتحدى شي وحده تبقى دايره الحجاب واحد المده طويله وتجي تحيد. قليل كيديروها ولكن قليل كيكونوا ما متبعينش مزيان. ولكن ملي صافي كتولي هي مولفه وانت ربحتي بنتك ما عمرها ما تقدر تحيدو. وانت ماشي كديري لها وكتخليها مدايره لا صافي مزيان بحال ما تقاسر. ساره ما تنزيراش بزاف. هاجر هي راسها كتبغي دير سبرديله وهذا. ساره شويه داك الصندال هذا ما تبغيش تبقى نزير معاها بزاف لا غاديري صافي كنرخف عليها يعني ما كنبقى داك الحبل نديروها كنلوح ليها مره هضره كيشوفوني انا ديما تقاصر كيشوفوك انت يعني فهمتي صافي راسهم كيوليو وكنبقى نعطيهم واش فهمتيني كنبقى نعطيهم الحيل. سيري حنصليو الاذن العصر باقي العصر من وراه غيسالي دابا اللايف. بالنسبه للصلاه الصلاه هذيك صعيبه
ما باش نتناقش معاكم ما من مودانيسا الموقع، ولكن ردي البال الى صيفطينا المغرب راه كيحسبوا. واحد المره شدوا لي انا داك السلعه ملي كنت شريتها شدوها لي. كيفاش كتختار لهم صديقاتهم؟ ما كنختارش لهم واللي ما عندوش فلوس باش يقتنع. شوفي انا غير انا ملي كنقول لك فلوس راه اللي كان راه شي حاجه خفيفه، واش فهمتيني؟ راه ماشي ضروري راه شي حاجه بزاف، راه اللي على تقدر 10 درهم تفرحيهم بها، كل واحد على حسب هو شنو كاين. شنو قال سؤال؟ انا كنقول لكم انا شنو درت. شوف انا كنعطيكم الحيله، راه كل وحده عندها بنتها. كاين اللي غتبغي مكياج شري، لا كل شوفي انت بنتك المفتاح ديال بنتك شنو هو. انا كنقول لكم بناتي ما نقولش لكم المفتاح ديالهم فلوس، ولكن لا هما الحوايج، هما عز عليهم الحوايج وعز عليهم هذا وعز عليهم فهمتيني. وكنقول لكم محيط عائلي كيعاون، واش فهمتوني؟ يعني كل وحده تشوف هي شنو. بالنسبه لصلاه التعود، صلاه التعود ما فيهاش نوضي صلي نوضي صلي نوضي صلي نوضي صلي نوضي صلي، خاصك ما تعياش، ما كاينش تعياي، الا عييتي صافي هي ما كاين والو، واش فهمتوني؟ الصلاه ضروري خاصها اش نقولوا داك المصاحبه دائما وتهضري وكتصلي وهي كتصلي حدا، ما كاش انت كتصلي دائما وهي ما غاديش تشد منك، راه ما يمكنش، راه ضروري فهمتيني. غير حاولوا حاولوا ما تعياوش. دابا الاغلبيه كيعياو، وانا غنقول لكم راه واعر، راه ماشي ساهل، بالاخص الصلاه. الصلاه كتبغي غير التعود، اون فوا تعودي ما عمرك ما تقطعيها، ما عمرك. دابا انا المشكل اللي عندي معاهم الفجر، ماشي صلاه عادي، صلاه عادي الحمد لله مزيانه. هذا الفجر اللي شويه كيجيهم قاصح النوضان، هاجا دابا صافي راسها صافي، ما عندهاش مشكل كاع. الا كان هذا صافي، واخا ما نكونش انا تنوض راسها الفجر ما كاينش اشكاليه. شويه مروتي مع ساره شويه فهمتي، داك الفجر كيجيهم قاصح. اش كنقول لهم دابا انا؟ حنا انا كندير الا درتي في صليتي بعدا عندك قدا وقدا درتي هادي، حيت هما هاد الخروج وهاد الشيء فهمتي ما عنديش شي حوايج اللي غادي ندير بهم، بحال التليفون عندهم بزاف ديال التخربيق، يعني كتبقى ديك الفلوس اللي كتقدري تشديهم منهم. كاينه دابا انا كنشوف هما شنو عندهم وانا كنشدو، بحال دابا كنشوفهم صغير، دابا باغي نصير في الليل باغي نبقاو يتفرجوا، واش غادي نديروا دابا في هاد القضيه؟ وهما ملي كيتعطلوا ما كيقدروش ينوضوا، هادي كتنوضي كتبقاي بهذا. كنقولها نطي عادي تبارك الله، ما نطيش عادي غتنعسي في الليل بكري 11 تنعسي صافي، ولينا هي قديم غدا باخر نوضي راه عندنا نصلي ورجعي نعسي دغيا صافي كتنوض. والفجر تعود، الفجر تعود، راه ناس كبار عندهم مشكل هو غير تعود، راه حنا الا مشات الله يستر راه بحال شي مصيبه وقعت عندك في الدار وتعاوتاني كيعاون كيكون الزوج والولاد صافي، الانسان كيجي داكشي ساهل. يعني التعود بقاو معاه بشويه بشويه، عافاك نوصل ماشي بالصداع نوصلي الله يا بالخاطر. وانت ولا شديتي انت عا نقول لكم الحق، هل تقولي لي انت الا شديتي سيمانه او اسبوع صليت هذا غنعطيك قدا وقدا، ولا غتشري لي شي حاجه ولا هذا ولا المهم افكروا فهمتيني. كل واحد شوفي انت شنو كاين، واش فهمتي؟ بغيت نقول لكم شوفي انت الحيله اللي غديري معاهم باش هما يمشيو صافي، راه غادي يمشي معاك، وبشويه بشويه بشويه حتى غادي يشد لك الصلاه بشويه بشويه، واش فهمتي؟ بغيت نقول لكم ولدي حمق دعيو معاه الله ييسر لك، الله ييسر لك، وانت انت ما تمليش كل صلاه وقفي معاه، عافاك نوض صلي هذا صافي تاينو. وضروري شويه ديال الجزر، ماشي كنقول لكم زعما داكشي الدنيا حلوه وداكشي زوين ومزيان، لا شويه ديال الجزر كاين، يعني حتى انا كنحمر مره واش حنا انا دابا الحمد لله يعني ما كاينش مشكل. حنا كاين مشكل في الوقت، دابا زعما كتقول لك وباقي وقت انت كدير لا دابا لا تيقرب، قالت لك انا لما نصليش دابا لا تيقرب باقي ما دخلش الوقت، كنقول لها راه غيدخل الوقت لهذا. دابا اش كنقول لكم دابا راه كتولي كتلعبي، دابا كاين اللي دابا كتقول لك مشكله في الصلاه، انا ما عنديش دابا مشكله في هذا الشيء، انا عندي مشكل انه